ولمزيد من الحديث عن انتهاكات ميليشيات قصد وعمليات التجنيد الإجباري التي تقوم بها بمحافظة الحسكة، معنا من ولاية شانلي أورفا التركية السيد فواز المفلح، نائب رئيس الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة. مرحبا بك معنا سيد فواز. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حياكم الله. ما مدى دقة المعلومات التي تتحدث عن تجنيد أطفال ونساء وفتيات قاصرات بطبيعة الحال بشكل قسري وإجباري في تلك المحافظات؟ هذه المعلومات هي معلومات مؤكدة وحقيقية 100%، وهم لا يقومون فقط على تجنيدهن أو إغراءهن بالمال، إنما بخطف البنات التي يرفض أهاليهن العمل في صفوف تنظيم البيوايدي الإرهابي، فيقوم بخطفهم من أثناء خروجهم إلى المدارس أو أثناء خروجهم إلى السوق أو أثناء ابتعادهم عن بيوت أهلهم، يقوم بخطف هذه البنات وتجنيد تجنيد إجباري، وعلما أن الأغلب المخطوفات هن من أخوتنا الأكراد المسلمين، وهم أخوة محافظون وشرقيون ومسلمين، ويرفضون هذه الأعمال ويرفضون تجنيد بناتهم بين الرجال وعلى جبهات القتال وعلى الحواجز. هذه معلومات حقيقية وأكيدة ومستمرة، نعم، وتتكرر بشكل يومي في مناطق الجزيرة وخصوصا في مناطق الحسكة والحدود التركية، حيث يتواجد الأكراد بشكل هناك على طول حوالي 200 كيلومتر من شرق رأس العين إلى الدجلة. إذن ثمت موقف رافض من الأهالي، ولكن الرفض وحده لا يمنع مزيد من الانتهاك بحقوق هؤلاء القاصرات مع الأسف. لا طبعا طبعا، لا، هذا الرفض لا يمنع مما وأثر بشكل كبير على سكان المنطقة، حيث هناك الحسكة ضمن الإحصاءات التركية هي ثاني محافظة من حيث عدد المهاجرين على مستوى سوريا في تركيا لوحدها، الأولى إدلب والثانية الحسكة، وهناك 25% تقريبا من سكان محافظة الحسكة هم من أخوة الأكراد، وأكثر من 40% من اللاجئين من محافظة الحسكة هم من أخوة الأكراد. أيضا التركيبة الديموغرافية تتغير بالحسكة وتغيرت بشكل كبير وأثرت بشكل كبير على أخوتنا الأكراد بشكل عام. نعم، لكن لماذا هذا الإصرار من ميليشيات قصد على المضي في عمليات التجنيد الجارية ضد القاصرات وغيرها من الأطفال؟ هذا العمل هو لتغيير أخلاق تلك المنطقة وتحويلها من الأخلاق الإسلامية والشرقية إلى الأخلاق الماركسية والنظرية الماركسية التي تبناها البككة، وأنه لا فرق بين النساء والرجال. طبعا لا، هناك لا فرق بين النساء والرجال من ناحيات كثيرة، ولكن هناك خصوصية للمرأة ولطبيعتها ولأخلاق المنطقة وتقاليدنا وتعاليمنا الإسلامية. الأخوة في جميع المحافظة سواء كانوا من العرب أو من الكرد أو حتى من السريان يرفضون تجنيد أبنائهم وبناتهم سوية، أما لكن هم يستغلون هذا الوضع ويجندون البنات وينظرون إلى ردات الفعل، فإذا تم الصمت هذا يعني أن هناك سوف يتم تغيير كبير في المنطقة وتحويلها إلى منطقة بعيدة عن تقاليدها وبعيدة عن إسلامها وبعيدة عن أخلاق أهلها وعاداتهم العشائرية، وكلنا عشائريين سواء الأخوة الأكراد هم أبناء قبائل أو عشائر، والعرب أيضا أبناء قبائل وعشائر في هذه المنطقة. نعم، هذه المنطقة جميع سكانها أبناء وعشائر، حتى الأخوة السريان هم أبناء العشائر أيضا. إلى أي مدى يمكن أن يجدد هذا السلوك التجنيد الإجباري التظاهرات ضد الميليشيا في تلك المناطق؟ المنطقة تغلي على صفيح ساخن الآن، وهي مجهزة لكل أنواع أي عمل وفوضى، جاهزة للفوضى في بأي شكل من الأشكال، حتى أن البعض بسبب البعض من الأخوة الذين يتواصلون معنا وكانوا يتمنون أن تصل تركيا والجيش الوطني إلى هذه المناطق وصدر عصابات البي واي دي، وبسبب التلكع في تنفيذ عمليات من كثير من المناطق عصابات البي واي دي، يعني بات البعض يفضل النظام على هذه العصابات ويتواصل مع النظام من أجل طرد هذه العصابات. مع الأسف الشديد بسبب تصرفاتهم المشينة وتصرفاتهم اللا أخلاقية مع هذه المنطقة ومع بنات المنطقة ومع أعراض المنطقة، بدأوا يغيرون اتجاه البوصلة وبدأت الناس تحاول التواصل مع النظام من أجل التخلص من هذه العصابة التي تجند أبنائهم مع الأسف الشديد طبعا، وهي التي تنفذ أيضا أجندات حزب العمال الكردستاني في المنطقة الشرقية والحسكة، وهذا بطبيعته يؤثر كما تفضلت قبل قليل على تركيبة المنطقة وديموغرافيا
وينعكس بذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ما أهم الانعكاسات المتعلقة بذلك؟ أولا المنطقة تفتقد لجميع أنواع الأعمال الشريفة والمهنية بسبب سياسة حزب العمال الكردستاني وجناح البي واي دي الجناح السوري لهذا الحزب في سوريا. قيادات هذا الحزب في جميعهم من قيادات حزب العمال الكردستاني، وتتحكم جماعة قنديل بمصير المنطقة وهي من تسير وتؤسس الحزب. على الناحية الاقتصادية باتت منهارة بشكل كامل، خصوصا في المواسم الثلاثة الأخيرة حيث ضربت جفاف جميع أنحاء المناطق الجزيرة، وخصوصا المناطق الحسكة ذات التربة الصالحة للزراعة وذات الإنتاجية العالية من الأقماح والأقطان. تأثرت كثيرا، لم تعد هناك زراعة، لم تعد هناك إنتاجية اقتصادية. بات العمل الوحيد هو بين صفوف العسكريين ضمن تنظيم هذه العصابات البي واي دي، فأصبح الشباب يلجؤون للعمل ضمن صفوفها من أجل تأمين المال اللازم لإعالة أهلهم. مع الأسف الشديد أصبحت ملجأ وعمل من لا عمل له، وبعض الناس من المرتزقة وضعيفي النفوس باتوا يرونها مصدر رزق لهم مع الأسف الشديد أشكرك جزيلا الأستاذ فواز المفلح، نائب رئيس الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة.